ماذا لو قلت حديث خرافة؟ خرافة كان رجل من بني عزرة اختطفته الجن ورأى وسمع ما لا يصدقه عقل، ورجع لأهله وأخذ يحدثهم عما رآه وسمعه، وكانوا يستغربون من حديثه. ولكن جاء الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا أن خرافة حق وحديثه حق. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الترمذي في الشمائل باب السمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، كأن الحديث حديث خرافة مستملحا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا صالحا من بني عزرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم طويلا، ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من أعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تقدم يتضح لنا أن كل شيء غريب وعجيب ومستملح من الكلام وغيره من الأشياء نقول عنه شيء خرافة أو حديث خرافة. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.